أوديولابي، شارك المعرفة. السلام عليكم أيها الرائعون، بداية ندعوكم للاشتراك في قناة أوديولابي وتحميل تطبيقنا للاستماع إلى أروع المقالات، ملخصات الكتب والتوكيدات، ولا تنسى اللايك. إن العثور على الغاية من حياتك يجعلك تعيش حياة أطول وأكثر صحة وسعادة ورضا وأقل توترا. لسوء الحظ إيجاد رسالتك في الحياة ليس أمرا سهلا، ناهيك عن كيفية العمل عليه. ولذلك يساعدنا كين موجي في كتابه كتاب الإيكاجاي الصغير لاكتشاف رسالتنا. ولكن قبل أن نكمل، يساعدنا اشتراكك في قناة أوديولابي وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك جديدنا أولا بأول. ما هو سبب العيش؟ كلمة إيكاجاي يابانية تتكون من كلمتين، عيش وسبب. وبعبارة أخرى، سبب للعيش. أن يكون لديك إيكاجاي هو أن يكون لديك سبب للعيش. سبب العيش هو فعل أي شيء نفعله يجعلنا سعداء. جميعنا نريد أن نكون سعداء، ومع ذلك فإننا لا نشعر بالسعادة عند فعل نفس الأشياء، ولذا ليس لدينا جميعا نفس الأسباب للعيش. ولذلك من المهم العثور على سبب واحد للعيش، ولكن الأمر ليس سهلا دائما. كيفية العثور على سبب للعيش؟ وفقا لكين موجي، هناك سؤالان يجب طرحهما كل يوم. السؤال الأول، ما الذي أقدره بشكل كبير؟ السؤال الثاني، ما هي الأشياء الصغيرة التي تسعدني؟ كما يمكن أن نسأل أنفسنا أسئلة أخرى من ضمنها، ما هو الشيء الذي أفعله ويجعلني أبتسم حتى عندما لا أشعر أنني بحالة جيدة؟ ما الذي يعطيني سببا للاستيقاظ كل يوم؟ ما هو الشعاع الذي يضيء حياتي اليومية؟ ما هو الشعاع الذي يضيء حياتي اليومية حتى لو كانت رمادية اللون أحيانا؟ العثور على سبب واحد للعيش هو العثور على عمل يمكننا القيام به لتشجيعنا. نحن بحاجة إلى ممارسة ذلك بانتظام لنشعر بالسعادة. علاوة على ذلك، لا يجب أن يكون سببنا للعيش معتمدا على قبول الآخرين لما نفعله. الشيء الأكثر أهمية لإيجاد سببك هو أن ما تفعله ذو قيمة لك أنت وحدك. بمعنى آخر، ابحث عن الأشياء الصغيرة التي تجعلك تشعر بالرضا والتي تغذي روحك دون القلق بشأن موافقة الآخرين. نحن بحاجة إلى قبول أنفسنا، لأن فعل أشياء معينة قد لا يلقى التقدير من حولنا. لذلك يجب أن نتعلم حب أنفسنا وقبول أنفسنا كما نحن. بالإضافة إلى ذلك، نحن بحاجة إلى أن نأخذ وقتنا. سنجد سبب عيشنا فقط مثل أي بحث، يجب أن نكون صبورين فحسب. شاهد أيضا ولا تنسى الاشتراك. إلى اللقاء.